العصفور وجد له مأوى واليمامة عشا تضع فيه أفراخها. من لي بمذابحك يا رب الجنود مالكي فإنهم لا يبرحون يسبحونك. آمين. من لي بمذابحك يا رب الجنود مالكي يا رب الجنود. من لي بمذابحك يا رب الجنود مالكي وإلهي يا رب الجنود. خالوه عيلات وقدم بن يخس غدات ملكوش مايونو حصولي خلدة أحتيتو ملكوش مايونو حصولا خلدة طينا لو صلى وعلي هاتو المرار والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. يا ربنا يسوع المسيح يا شمس البر الذي أشرق من الآب قبل الدهور ومن مريم في ملء الزمن، أهلنا أن نحتفل بتذكار أمك الطاهرة بالتسابيح الروحية ونمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. المجد للآب والابن والروح ريشيرشوني لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى العظيم الذي تصاغر وعظم البتول الصغيرة إلى الإله الذي تأنس وخلص بني الإنسان
إلى الرفيع الذي تواضع ورفع المتواضعين برخمور يشرشوني. الصالح الذي يجب له المجد والإكرام الآن وكل آوان وإلى الأبد. آمين. إننا إذ نذكر الطوباوي يا مريم أم الله الدائمة بتوليتها نقدمها شفيعة عنا لدى ابنها ثمرة أحشائها قائلين أبعد يا رب بصلوات أمك عن الأرض وجميع سكانها ضربات الغضب لاش الأخطار والفتن امنع الحرب والمجاعة والوباء تحنن علينا اشف مرضانا ساعد المساكين خلص المظلومين وأرح موتى المؤمنين الذين انتقلوا من بيننا خلص لبنان بشفاعة أمنا مريم وأهلنا جميعا إلى مصير آمن سليم برخمور يشرشوني الآن وكل آوان وإلى الأبد. آمين. يا سيدة أديشة يا كل الخلا هدني من عيشة بدموع صلاة يا سيدة أديشة يا كل الخلا هدني من عيشة بدموع صلاة يا باب السماء يا حب وهنا افتحي لي إيديك واغمريني برضا افتحي لي إيديك واغمريني برضا بهالليل السعيد جينا ننحني لمجدك العالي وإلك نشتكي بهالليل السعيد جينا ننحني لمجدك العالي وإلك نشتكي باركي لبنان يا بحر الحنان ويزهر عجبالنا فرح الأمان ويزهر عجبالنا فرح الأمان يا سيدة أديشة يا سوسنة بهية يا وردة فواحة يا مريم العذراء القديسة لقد انتشر عرف قداستك في العالم كله اطلبي لنا أن نكون شذى المسيح الطيب يفوح في العالم ليكن بخورنا لحفظ الأحياء في الإيمان وخلاص الموتى حتى نحظى بالسعادة الأبدية ونسبح الثالوث الأقدس إلى الأبد آمين قديشة طالوه قديشة حيلتونو قديشة لميوتو اترحم علي قديشة طالوه قديشة حيلتونو قديشة لميوتو اترحم
ارحم علي. قد شاط له قد شاط حيلتن قد شاط له ميوتو. اترحم علي. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. آمين. والله طوباك فيما خصك وهب، أشرقت من نقاك الثمرة بكر الأب. يا ما أحلى ذكراك في الأفواه والأذهان، سيحت ذراعك ذاك الحامل الأكوان. ربي يا من تقبل خدما خدمة الأبرار، يا حنون تقبل واستجبنا كالأبرار. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطيا. وبارك يا رئيس الكهنة. المجد لسيد بولس والرسل، ولتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذه الرعية وأبنائها إلى الأبد. يا إخوتي، قبل أن يأتي الإيمان كنا محتجزين محبوسين تحت الشريعة إلى أن يعلن الإيمان المنتظر. إذن فالشريعة كانت لنا مؤدباً يقودنا إلى المسيح لكي نبرر بالإيمان. فلما أتى الإيمان لم نعد تحت مؤدب، لأنكم جميعاً أبناء لله بالإيمان في المسيح يسوع. أنتم جميعاً الذين اعتمدتم في المسيح قد لبستم المسيح، فلا يهودي بعد ولا يوناني، لا عبد ولا حر، لا ذكر ولا أنثى، فإنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم ووارثون بحسب الوعد. والتسبيح لله دائما. هاليلويا. السلام عليك يا مملوءة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. هللويا. السلام لجميعكم. ومع روحك. إلى ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا، الذي بشر العالم بالحياة فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا، الذي بشر العالم بالحياة فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. المجد لك يا رب، المجد لك. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. قال لوقا البشير: عاد يسوع بقوة الروح إلى الجليل، وذاع خبره في كل الجوار،
وكان يعلم في مجامعهم والجميع يمجدونه. وجاء يسوع إلى الناصرة حيث نشأ، ودخل إلى المجمع كعادته يوم السبت، وقام ليقرأ، ودفع إليه كتاب النبي إشعياء. وفتح يسوع الكتاب فوجد الموضع المكتوب فيه: روح الرب علي، ولهذا مسحني لأبشر المساكين، وأرسلني لأنادي بإطلاق الأسرى وعودة البصر إلى العميان، وأطلق المقهورين أحرارا، وأنادي بسنة مقبولة لدى الرب. ثم طوى الكتاب وأعاده إلى الخادم وجلس، وكانت عيون جميع الذين في المجمع شاخصة إليه، فبدأ يقول لهم: اليوم تمت هذه الكتابة التي تليت على ما سمعكم، حقا والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركات، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركات. بسم الله والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. افعلوا ما يأمركم به. إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. أصحاب السيادة، الآباء الأجلاء، أيها الإخوة، يسرنا أن نكون معكم في هذه العشية لنكرم معا أمنا وسيدتنا مريم العذراء، أم الله وأمنا. ومن كرم العذراء كرم ابنها، وهي أعربت عن ذلك يوم حول الماء خمرا، فقالت للخدم: افعلوا ما يأمركم به. حسن أن نرفع العذراء التماثيل كما تفعلون هذه الليلة، وهذا ما فعله آباؤنا وأجدادنا، ورفعوا صورها في بيوتهم وانشدوها الأناشيد التقوية، وتلوا سبحتها، وسألوها شفاعتها المشفعة لدى ابنها يسوع المسيح ابن الله. ولكن الأحسن من ذلك كله هو أن نعمل بإرادتها، وهذا ما قالته للخدم يوم أراد ابنها أن يجنب العروسين وذويهم في قانا الجليل بالقرب من حدودنا الجنوبية، ما كان سنالهم من خجل لو أعوزتهم الخمرة في يوم العرس. ويتردد على ما سمعنا ما قالته يوم العرس في قانا الجليل الخدم: افعلوا ما يقوله لكم. ويقول لنا في إنجيله المقدس، وهو معروف لدى كل مسيحي يمارس واجباته الدينية ويقرأ الإنجيل: أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. هذه الوصية، وصية المحبة، هي الأبقى والأجمل في الدين المسيحي، ولكنها الوصية التي غالبا ما ينال منها الإهمال لما فيها من صعوبة. وقد أعرب بولس الرسول عن ذلك بقوله في إنشودة المحبة: لو تكلمت بلغات الناس والملائكة ولم تكن لدي المحبة، فما أنا إلا نحاس يطن أو سنج يرن. ويتابع قائلا: ولو وهبت لي النبوءة وكنت عالما بجميع الأسرار، عارفا كل شيء، ولي الإيمان الكامل أنخل به الجبال، ولم تكن لدي المحبة، فما أنا في شيء. أضيف أيضا: ولو فرقت جميع أموالي
وقدمت جسدي للحريق ولم تكن لدي المحبة، فما يجديني ذلك نفعا؟ ليت المحبة تسكن جميع القلوب وتكون هي المحرك الأول لما نقدم عليه من أقوال وأفعال. وإذا نظرنا إلى وضعنا الحالي نجد أن المحبة ليست همنا الأول، ولو كانت المحبة رائدنا لما كنا نرى هذا الانقسام والتفسخ في صفوفنا، وما دمنا منقسمين على ذواتنا فقد يصيبنا ما تنبأ به السيد المسيح بقوله: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل مدينة أو بيت ينقسم ولا يثبت. لقد وصف السيد المسيح أتباعه أي المسيحيين بملح الأرض وبنور العالم، فقال: أنتم ملح الأرض، فإن فسد الملح فبماذا يملح؟ أنتم نور العالم، لا تخفى مدينة مبنية على جبل، ولا يوقد سراج ويوضع تحت مكيال، ولكن على المنارة ليضيء جميع الذين في البيت. فليضيء نوركم هكذا أمام الناس ليروا أعمالكم الصالحة، فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. إنا نسأل الله بشفاعة والدته البتول أن يمدنا بالقوة لكي نعمل دائما بإرادته، ونضع موضع العمل ما نقرأه في كتابه المقدس، ونسير بمقتضى تعاليمه ووصاياه. وأن يحفظكم جميعا دعاة خير ومحبة وسلام، لكي تفعلوا دائما ما يقول لكم السيد المسيح أن تفعلوه. آمين. نؤمن بإله واحد. الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نشأ، من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة خطايا يت الوت مدبح دلوه والوت الوه دم حادي تليوت وين هبصوه الطيب وطوخ يحول الميتوخ وسغود بايك لوت هاليلويا إنونو لحم الحي مرمورا من روم العمق نحتدني حبيع موش الحان أبو ملتو دلو بسرو واخد الفرتو حيتي باسمتو قابلت الخرصو بمريم أخر عطوبتو ومزيحن لي بيدك كوني على المدبح هللويا بالقدس.
أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، أبلغهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما طوبوية والدة الله مريم ومار مارون ومار يوحنا مارون. اذكر اللهم آباءنا وإخواتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. والخدام الكهنة شوق الأبرار، كل أولاد البيعة نحيي التذكار. المجد للأب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، قبلنا جميعا وإلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام الأسرار الموضوعة عليك، السلام لك يا خادم الروح القدوس. طوبى للسعينا إلى السلام، فإنهم أبناء الله يدعون. أمامك فليكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك إلى يد معنا وبين جميع أيام حياتنا. لا انا وكل اوال والى الاباء. امين. يا رب اضع بوجهك علينا الان، خلصنا من كل شر وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر اليك والى ابنك الوحيد وروحك القدوس. بارك مور ابون رشيشون. لا انا وكل اوال والى الاباء. امين. محبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إننا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين. كثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم
فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. بيومو هو دقدم حشودي لمعبد حيه ساد اللحم بدا قديشوتو وبارخ قادش وقصو يا بالتلميدة كدمار سبخوا المهن كل خون هونو دميتا فغرو دحلو فيكون وحلو فساقية متقسى ومتيهب وصايا الحوض والحاية للعالم هلمين آمين. هو خانو عالكوس ودمجئو من حمرا من مايو باريخ وقادش يا بالتلميدة كدمار سابشتا ومنه كل خون هونو جنيتا موديل ديات قعداتو دحلو فيكون وحلو فساقية متشد ومتيه وصايد حوبي والحاية للعالم علمين آمين. وبهذا أصاهم وحضهم خيلا كلما كملتم هذه الأسرار ذكرتم موتي وقيامتي حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصي ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا إلى النار والبكاء يوم تدين الأبرار والخطأ بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا واعضدنا لهذا تصرخ نضرع إليك تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. ونحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما رهب ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلين خاشعين. ارحمنا اللهم ارحمنا وارسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. فاجعل بحلول هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية. آمين. اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك واحفظ رعاتنا مار بيدو السادس عشر بابا روما ومن نصلى بطرس بطياركنا الأنطاكي وسائل السقف المستقيم الراي وبخاصة المطامر الفرنسيس المشترك معنا والكهنة والشمامسة وبخاصة أخواتنا المشتركين في هذه الذبيحة الإلهية ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا نسألك يا رب يا رب ارحم واذكر من يعضدون بيعتك المقدسة
كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله، ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، نسألك يا رب. يا رب ارحم. واذكر يا رب البتولة القديسة والدة الله مريم ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين، ومار شربل والقديسة رفقة ومار نعم طلة والطوبة ويعقوب والقديسين كافة، ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم، نسألك يا رب. يا رب ارحم. صلي عن راحلة الأنفس المطهرية، موتى وشهداء منطقة بشري، وبالأخص الأشخاص اللي تعبوا وشيدوا هالبنى. نطلب منك يا رب إنه ينالوا بركتك ورحمتك وتكون نفسهم بالسماء، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان. اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. أيا رب روحناك واشفق علينا واقبل نضرع إليك اللهم الآن معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فناتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. أمين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب، لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد، ولابنك الوحيد ولروحك القدوس بارخ مونريش ريشوني لانا وكل اوان والى الابد. امين. السلام لجميعكم. ومع روحك احلو رؤوسكم امام الله الرؤوف، وامام مذبح الغافر، وامام جسد مخلصنا ودم المحيي لمن يتناوله، وطلوا البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك، المنحنين أمامك الضارعين إليك، وألهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير، ونرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع
وليسأل الرحمة والحنان. الأقداس القديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتخدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة يا ربنا وإلهنا، لك المجد إلى الأبد. بخصوص المناولة إخوتي الأحبة، رح بيكون في اثنين آباء قدام، رح بيكون في آباء اثنين ورا، آباء اثنين ورا، أبونا موجود هون وأبونا موجود بهيدي الناحية، فإذا مش كلنا نيجي لقدام رح بيكون في اثنين آباء ورا، اثنين آباء ورا، أبونا موجود على ميلة الشمال، أبونا موجود على ميلة اليمين، واثنين آباء بالنص. يا سر انساب المقام، يسوع صار طعام، ابن الله في القربان، كإله وإنسان في سر القربان، ربي معي مدى الأزمان، في سر القربان ربي معي مدى الأزمان. يوم خميس الأسرار عند آخر النار، أمام الاثني عشر خبزا بارك وكسر، في سر القربان ربي معي مدى الأزمان، في سر القربان ربي معي مدى الأزمان. ثم أعطاهم وقال قولا يسحق الضلال، هذا هو جسدي، خذوا كلوا من يدي، في سر القربان ربي معي مدى الأزمان، في سر القربان ربي معي مدى الأزمان. كذا قال عن الخمر بعد العشاء والشكر، قال اشربوا يا قومي لأن هذا دمي، في سر القربان ربي معي مدى الأزمان، في سر القربان ربي معي مدى الأزمان. يسوع ملك المجد، مدى الدهر لك الحمد، ليتك ضمن القلوب من كل الكون محبوب، في سر القلوب
ربي معي مدى الأزمان في سر القربان. ربي معي مدى الأزمان. ربنا المعبود خالق العباد بالخبز يجود فيصير زاد، بالخبز يجود فيصير زاد. سلام إكرام من كل إنسان، سلام إكرام لسر القربان. ذا خبز الحياة ذا قوت الأرواح في كل الأوقات أكرمه يصاح، في كل الأوقات أكرمه يصاح. سلام إكرام من كل إنسان، سلام إكرام صوته ينادي ويدعو الجميع، صوته ينادي ويدعو الجميع. سلام إكرام من كل إنسان، سلام إكرام لسر مالك الرفيع. هل عني تغيب يا كنز البديع مني كن قريب، يا كنز البديع مني كن قريب. سلام إكرام من كل إنسان، سلام إكرام لسر القربان. يا أيها الهادي إنني أريد أعطيك فؤادي فالحب شديد، أعطيك فؤادي فالحب شديد. سلام إكرام من كل إنسان، سلام إكرام وأيضا بك يا ربي نعترف والتسبيح لك نقدم. من أجل جسدك الذي أطعمتنا ودمك الحي الذي سقيتنا يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محب البشر ارحمنا. يسوع يا يسوع
يا ذا القلب الوديع اجعل قلبي نظير قلبك، اجعل قلبي نظير قلبك يسوع يا يسوع يا ذا القلب الوديع، اشعل قلبي بنار قلبك، اشعل قلبي بنار قلبك يسوع يا يسوع يا ذا القلب الوديع، اجرح قلبي بحب قلبك، اجرح قلبي بحب قلبك. أشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتنا ولو كنا غير أهل لها، لا تخجلنا بخطايانا بل اعضدنا وخلصنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك الوحيد وروحك القدوس برخ نور ششكوني الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. أبسط أيها الرب يسوع يمينك ونرجى شعبك، احفظهم بصليبك وكن لهم سترا وملجأ، إلهم بفيض بركاتك فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس بارخ نور الآن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدوس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين.